السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ طبعا بالبداية أتمنى إذا كنتوا جداد على القناة أنكم تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس، وأتمنى أنكم تستخدموا المقطع لايك. وطبعا اليوم فكرة مقطعنا إنه كيف تجيب جميع الحزم اللي في فورتنايت، كيف تقدر تجيبهم حتى الحزم اللي راحت، وبرضه حزم الـ5 دولار اللي نزلت في فورتنايت وراحت تقدر برضه إنك تشتريها من موقع معين. كل هذه الحزم اللي حكيت لكم إياها كيف تقدر تجيبها بأي وقت بدك إياه. طبعا الطريقة السهلة يا شباب، تحتاج بس موقع اسمه جي تي اي، او ممكن تستخدم موقع ثاني بكيفك، بس انا بفضل الموقع هذا عفوا لانه كثير اتعامل معه ومضمون من ناحية الشراء. طبعا انا فتحته من البي سي، بتقدر تفتحه من الجوال، واحس انه الجوال منظم اكثر، احس انه من الجوال منظم اكثر. كل اللي عليك عشان تشوف حزم فورتنايت المتوفرة بالموقع تكتب بس فورتنايت، تعمل سي اول ريزولت يعني يعطيك كل النتائج. هذا سكن نزل قبل فترة طويلة على اللعبة، كأنه كان سكن او كان حزمة خارجية وراحت، هاي بتقدر تشتريها مرة ثانية من هون. طبعا قبل لا تشتري بتأكد اذا كان جلوبال، شوفوا نحط الماوس جيم بي سي كي جلوبال. جلوبال يعني عالمي. كيف يعني عالمي؟ يعني بيشتغل على كل الستورات، الامريكي والسعودي، اي ستور اي بلد بيشتغل عادي، احسن اشي الجلوبال. اليوروب مثل ما تشوفوا هون، اليوروب بس للحسابات الاوروبية، اسباني هولندا، بس الحسابات الاوروبيه بيشتغل عليها. هون جلوبال كمان بيشتغل على الكل. فانت الافضل اذا كان حسابك امريكي مثلا تشتري يونايتد ستيت امريكي يعني، او تجيب جلوبال بيشتغل عندك على الجهتين. تمام، شوفوا كمان شو في سكنات. هذا حزمه سكن نفيديا او سكن البي سي مثل ما تشوفوا جلوبال ب 26 دولار تقدر تشتريها. وهذا اللي هسه بقول لكم كيف تستخدم كل واحد لكوده، او كيف تستخدم كل كود حزمة عفوا. وعندك سكن انر، بس برضو هذا بيغلب، مش بس تاخذ الكود وتستخدمه، لازم تستخدم الجوال. اوكي الحزم شباب شوفوهم، هاي حزمة 5 دولار، حزمة بركانية، حزمة نارية، وهذا الحزمة نزلت قبل فترة كمان. سكن رويال ممبر امريكي، هذا الكود ما اتوقع في منه جلوبال يعني عالمي، اتوقع بس في منه يوروب اللي هو اوروبي، ويونايتد ستيت اللي هو امريكي. سكن الاكس بوكس، طبعا سكن الاكس بوكس في منه جلوبال عادي، انا شفت جلوبال. شوف الثالثة، هذول زي كأنه للزومبي، نسخ طور الزومبي، عزمات للزومبي انا ما اعتقد. اوكي سكن الاكس بوكس هاي الجلوبال اللي قلت لكم عنه. اوكي في سكنات يا شباب لما تاخذ الكود بسهوله بتقدر تحصل على سكن، وفي يعني حزم بغلبوك. اتوقع مثلا هذا الحزمة عفوا بضل نحكي عنه سكن، هو حزمة مش سكن لانه معاه اغراض ثانية. اتوقع هذا السكن بس عادي بتشتريه وبتستخدم الكود وين؟ على ما اعتقد اي جلوبال فيرجن فور بي سي، تستخدم الكود موقع ايبك جيم. تمام، تستخدم موقع ايبك جيم، اوريكم كيف ايبك جيم. يا بتفتح الموقع العادي او بتفتح اذا كان عندك التطبيق نفسه نازل. في اشي اسمه رديم كود، اتوقع انه لازم نفتح الموقع تاعهم. هذا هو رديم كود، تقدر من هون تحط الرديم كود او من موقع فورتنايت. بوريكم موقع فورتنايت لانه مش الكل منزل اللي هو الايبك جيم عندهم. تمام، لما بتنزل هون عند معلوماتك بتنزل اخر واحد رديم كود، او هو كود الاسترداد بسموه، تحط الكود هون. هذا من ناحيه السكن بس اللي حكيت عنه اللي هو هذا السكن. في سكنات يعني بطرق ثانيه، هذا السكنات مثل ما حكيت لكم بس تاخذ الكود وبتحطه بالابك. وشو في سكن نفس الفكره اللي هو سكن نفيديا، هو سكن خاص بالبي سي. تمام، كي فور ايبك جيم، ذس برودكت كان اونلي بي اكتيفيت اون ايبك جيم، انه هذا الكود بس بيشتغل على الايبك جيم. يعني بس تشتريه بعطوك الكود، بتروح على الرديم كود نفس الاشي بتستخدم الكود وبعطوك السكن على طول. هذا السكن سكن اونر خاص جوالات اونر، بغلبك هذا السكن يعني لو جبت الكود على الفاضي. ناس كثير سالوني عن هذا السكن انه هي موجود بموقع جي تو اي، ليش ما نجيب الكود ونستخدمه؟ حتى لو جبت الكود بتحتاج انك تشبك ايميلك او تشغل حسابك عفوا بالجوال الخاص بالكود بالسكن اللي هو اونر. بعد ما تفتح ايميلك من جوا تستخدم الكود وتلعب 3 ايام عشان يعطوك السكن. فانت هيك محتاج كمان جوال، جوال اونر مع الكود. فلو جبت الكود لحاله على الفاضي
هذا بالنسبة للناس سألوني بخصوص سكن اونر لو معنا الكود ونستفيد منه. لا يعني هو انت بس تاخذ الكود تستخدمه موقع ايبك جيم زي ما تشوفوا هون، تفوت على الريديم كود تستخدموه، وبعد ما تستخدمه تفتح حسابك من الجوال، بتسجل ايبك بجوال الاونر وبتلعب كم من جيم وبعطوك السكن. هذه الطريقة الوحيدة. خلونا نكمل باقي الحزم. حزمة السكن رويال بامبر اتوقع في منها بس امريكي واوروبي، ما شفت منها جلوبال عالمي. طبعا اذا كان حسابك امريكا او اوروبي احكي لك كيف انك تستفيد منه. هذا سكن خاص بالسوني البلاي ستيشن، يعني اذا اخذت الكود لما يعطوك اياه ما بتقدر تستخدمه بايبك، لا تستخدمه بس داخل ستور السوني. بتفتح جهاز البلاي ستيشن، بتفوت على ستور السوني، بتحط الكود وبتفتح اللعبه بيعطوك السكن. طيب هاي بالنسبه لاصحاب السوني. طب اذا واحد بيلعب بي سي وبيلعب اكس بوكس وما عنده سوني وبده يجيب سكن رويال بامبر، شو الحل؟ الحل انه يربط الايبك تاعه بس يربط الايبك تاعه بحساب سوني جديد، تمام. بعد ما يربطه فيه بدبر اي جهاز بلاي ستيشن من اي مكان، بفتح ايميله اللي ربطه بحسابه الايبك، بفتح ايميله السوني الجديد داخل جهاز السوني وبس يفتح، بفوت على ستور السوني وبحط الكود، بفوت على اللعبه بعطوه السكن على طول، بعدين خلص برجع بفصل الرابط اذا بده عادي، بكون السكن موجود عنده بالايبك. هذه الحركه بالنسبه لاصحاب الاكس بوكس واصحاب البي سي. هذا الطريق اذا حابين تجيبوا السكن عندكم على البي سي او الاكس بوكس. واصحاب السوني عادي بالطريقه النظاميه، بتفوت على الستور وبتحط الكود وبعطوك السكن وبيجي معه 500 في بوكس. ومثل ما حكيت لكم هذا السكن اوروبي او امريكي، في منه ما اتوقع في منه جلوبال. تمام، فورتنايت ستاندر اديشن، هذا كان حزمه اللعبه. هذا هو سكن الاكس بوكس. طيب ندخل عليه جلوبال، اهم شيء يكون جلوبال يعني راح يشتغل عند الكل. مثل ما تشوف المفتاح لاصحاب الاكس بوكس. طب اول شيء بنحكي عن اصحاب الاكس بوكس، بعدين بنحكي عن السوني والبي سي كيف راح يجيبوه. الاكس بوكس كل عليهم شو سووه، بيشتروا الكود، بعطوهم الكود، بيفتحوا جهاز الاكس بوكس، بيفوتوا على الستور اللي عندهم بالاكس بوكس، على الرديم كود بالاكس بوكس نفسه بالستور تاعه، بحطوا الكود وبدخلوا على اللعبه، بيكون السكن موجود عندهم. هاي بالنسبه لاصحاب الاكس بوكس. اوكي بالنسبه لاصحاب السوني واصحاب الايبك جيم اللي هو بي سي، كيف راح اجيبوا السكن؟ لو انت بتعرف ان انا كنت العب سوني دائما وكان عندي سكن الاكس بوكس. طيب كيف اصحاب السوني واصحاب البي سي بيقدروا يجيبوا هذا السكن؟ عادي بيشتروا الكود، بعد ما اشتروا الكود بيفوتوا على حساب الايبك جيم تاعهم مثلا، وبسوي حساب اكس بوكس جديد بربطوه زي ما انا رابطه، انا ربطته عشان السكن. بتربط حسابك الايبك، هذا الكلام لجماعه السوني وجماعه البي سي. بتسوي حساب اكس بوكس من موقع اكس بوكس تسويه وبتربطه بحسابك الايبك، وبرضه بتحتاج جهاز اكس بوكس عشان تدخل من حسابك سويته جديد اللي رابطه بالايبك تاعك، تدخل فيه على الجهاز، وبعد ما تفتح او بعد ما يفتح ايميلك بتفوت على الستور وبتكتب الكود اللي اعطوك اياه، بعدين بتفوت على اللعبه وبتلقى السكن اعطوك اياه. بس اعطوك السكن خلص بنحافظ عندك بالايبك، بترجع بتلعب من السوني، بترجع تلعب بالبي سي، بكون السكن عندك. هاي الطريقة اللي جبت فيها السكن انا. ومثل ما حكيت جماعة الاكس بوكس بكل سهولة، بس بتفوتوا على الستور وبتسووا الاجراءات الثانية بتعرفوها. وطيب سكنات الحزم زي الخمسة دولار والحزمة النارية كيف نقدر نحصل عليهم؟ مثلا هذول امريكيات، تمام؟ اعتبروهم جلوبال يعني، احنا بس هيك على سبيل المثال امريكيات. بحب احكي لك انه الكود خاص بالاكس بوكس، هذا الكود امريكي، هذا نزل عند كل الستورات يعني، على الستورات البلاي ستيشن نزل، ونزل على الستورات الاكس بوكس، بس هذا الكود ماخوذ من الاكس بوكس، فمشان هيك لا تاخذه. بدنا كود يكون مكتوب عليه ايبك جيم، فهمتوا كيف؟ نشوف هذا كيف نفس الاشي، فبتدوروا على كود مكتوب عليه ايبك جيم يعني عشانك تستفيد منه. نفس الاشي اكس بوكس، هذا سكن خاص بالسوني ما حكيت لكم عنه، طبعا اوروبي ما راح تستفيدوا منه. بتدوروا اذا كان في منه مثلا جلوبال او حسب بلد حسابك بتدور. هذا لاصحاب السوني. اصحاب السوني بتفوتوا على الستور بتحطوا الكود بالطبيعه طريقه نظاميه. اصحاب البي سي والاكس بوكس زي ما تعودنا بتفوت عليه بك وبتربط حساب، بتسوي حساب سوني وبتربطه، بعدين بتحتاج جهاز بلاي ستيشن وبتكمل الحكي اللي حكيت لكم اياه، نفس السكنات اللي قبل او الحزم اللي قبل، بس منزلها بالموقع اكس بوكس اللي هي سكنات الخمسة دولار. طبعا على الجهتين تقدر تستفيدوا منهم يعني، اذا كان حسابك امريكا بس امريكيات مثلا، لو حسابك امريكا وبدك السكن هذا وانت مش اكس بوكس تقدر تستفيد منه عادي،
بس الطريقة الصعبة، الطريقة اللي بتغلب نفس طريقة حزمة سكن الاكس بوكس، نفس الطريقة بالضبط. تشتري الكود، اذا انت كنت لاعب بي سي او لاعب سوني تشتري الكود. شو الحل هسه؟ بتفوت على الايبك، بتربط حسابك بحساب اكس بوكس، اذا كنت عامل واحد اربطه فيه من اول خلاص. اذا ما عندك حساب اكس بوكس فاضي بتعمل من موقع اكس بوكس بتربطه فيه، بعدين بتحتاج جهاز اكس بوكس وبتدخل حسابك فيه ومعلوماتك وبتستخدم الكود وبعطوك الحزمة، لانه هذا حزمة خاصة بالاكس بوكس لازم تركزه. طبعا شباب ممكن على الجوال يكون في حزم يعني احسن او حزم اكثر، لانه انا حاليا قاعد اصور من بي سي، فانا الموقع هذا استخدمه اكثر من جوال. منزل تطبيقه من المتجر اللي هو اسمه جي تي اي، بتنزله عادي بس تشتري اي سكن بدك اياه او اي حزمه بدك اياها. شرحت لكم اصعب الحزم اللي هي اللي بتحتاج لاجهزه مثل جوال اونر، مثل جهاز اكس بوكس، مثل جهاز سوني، فلازم تركزوا قبل لا تشتري اي حزمه. وبس شباب يكون وصلنا لنهايه مقطعنا، وطبعا بالنسبه للفيس كام عارف اني طولت فيها، بس والله لسه في اشياء لسه ما وصلتني، اتوقع خلال هاليومين تصلني، مثل كاميرا الفيس كام والاشياء هذه خلال هاليومين ان شاء الله راح يوصلوني. وبس شباب اتمنى اذا استفدتوا من المقطع انكم تنشروه بكل مكان، واتمنى اذا حابين تدعموني وتدعموا القناه انكم تستخدموا كود المتجر YZYZET. وبس شباب اتمنى اذا كنتوا جاد على القناه ومش مشتركين فيها اتمنى انكم تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس، وربي يسعدكم على كل شيء. مع السلامه.